فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأشعار والماتريدية والإيمان عندهم. لتعلم الدنيا بأسرها، المباينة بين اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الأشعار. أنا في خط الصفا عامل مباينة عقيدة الرافضة لعقيدة الإسلام، مش أهل السنة، الإسلام كلياته. هنا مباينة عقيدة الأشعار لعقيدة أهل السنة والجماعة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن إيش؟ عن بينة. ومن أراد الحق سيراه. ونحن لا نعبأ لا بالأشخاص ولا بمن يمدح أو يزوم. المسألة من كان عنده علم ويرى أن هذا خطأ يبينه بعلم، نحن يعني خدام له، نتعلم وننزل تحت رايته. نعم، احنا تكلمنا على الإيمان، والإخوة تذكر سورة مش هذه السورة هي اللي كانت الإيمان، صحيح؟ مش دي كانت الإيمان؟ في حاجة تانية غيرها دلوقتي؟ طيب، احنا تكلمنا عن الإيمان، والإيمان عند أهل السنة والجماعة، والإيمان بين الخوارج والأشاعرة والماتريدية. والكلام عند الإيمان عند الأشاعرة نقلنا نقلا ثابتا، حتى أخطأنا في اسم كتاب الشهرستاني، صح؟ كتاب الإقدام على علم الكلام، وصححه لنا أخونا الفاضل عشان تتذكر بس نحن نقلنا نقلا من كتبهم على ما قالوا. كان لهم أقوال ثمانية، وكلها سترجع إلى أنهم يرون أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق. الإيمان هو التصديق في هذا الباب. فالإيمان عندهم مجرد التصديق، ولابد أن تعلم أن التصديق عندهم الإيمان هو التصديق لغة واصطلاحا، ما في زيادة على ذلك بحال من الأحوال. تعال حسن بهنا، تعال. أنا مش عارف والله، هو ده مبتسم لوحده، وأنا قلت له أنت مبتسم كده، بيقول لي أنا كده، يعني أنا كده، أنا شكلي كده. ماشي، فضل. يستدلون على ما قالوا بأن المسألة دائرة على التصديق فقط بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيش صادقين، والمعنى هنا وما أنت بمصدق لنا. فيرون أن الإيمان لغة هو الإيمان شرعا التصديق، وده طبعا إذا قلنا بذلك، إذا كان الإيمان هو التصديق يبقى الكفر هو، ويحرصوا على ذلك، حرصوا على ذلك جدا في هذا الباب، على أساس أنهم قالوا ما فيش شيء اسمه كفر كبر ولا إعراض، وكل الكفر الذي يمكن أن يكون ظاهرا ولا يجدون له مدآلا إلى أنه هو كفر، هم إيش يقولونه؟ دل على التكذيب. وطب لما يأتيك يقول لك سجد للصنم، يقول لك هذا لو قلنا كفرا يكون دلا على إيه؟ على التكذيب. بهذا نخلص معهم إلى أمر مهم جدا، ما هو؟ ان هم ما عندهم شيء اسمه كفر عملي ولا كفر قولي، كل شيء عنده، لانه معنى ان هو يقول لك على القول او الفعل الكفري ليس كفرا مستقلا يبقى عمل ايه، او قال لك دل على التكذيب وما جعله كفرا مستقلا. وده اللي قلناه وخطأنا فيه حتى علامة الشام عندما قال دل على كذا في القلب او يفتقر الى اعتقاد، يعني كل كفر ظاهر يفتقر الى ايش؟ الى اعتقاد. وهذا خطأ مبين، وليس هذا هو منهج اهل السنة والجماعة. نعم. وهذا القول قول من أعظم الأقوال بطلانا، وإلا فإبليس من أعرف الخلق بالله جل في علاه. فرعون كفر ما كانش كفر تكذيب، فرعون كفر ما كانش كفر تكذيب، صح؟ الإباء والاستكبار والجحود، وجحدوا بها واستقالت أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصيرا تتعلم ذلك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. نعم.
وكان الكفر عنده كفر جحود وكفر امتناع. ولذلك قال الله تعالى عن كفار مكة يعلمون بأنه صادق، قال إيش؟ إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولك بقى الصريخة الكبرى عمه وش قال؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المنامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 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 مطيعا متبعا. المهم هو يعلم بذلك لكنه الكبر منعه، قال لا يعلو استي رأسي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة له أركان، وهذه الأركان متلازمة، هو قول وعمل على الإجماع الذي نقل الشافعي، قول باللسان وقول بالجنان وعمل بالقلب بالجنان وعمل بالأركان، وهذه كلها أركان، كلها أركان إيمان. والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في الإيمان، الأشاعرة انضبطوا في ركن واحد من أركان الإيمان وقالوا الإيمان كله في هذا الركن فقط، وألغوا أركان ثلاثة من أركان الإيمان، وركن واحد منه يضيع كل الإيمان اللي في قلب الإنسان. فالركن الذي عندهم يقولون أن الإيمان ليس له إلا ركن واحد، هو قول القلب، وهو إيش؟ التصديق. هم ليس عندهم أي ركن من أركان الإيمان إلا التصديق. طبعا أنا الآن بشرح ما نقلته الأسبوع الماضي، أنا نقلت نقلات من الكتب نفسها، سمعتم؟ ممتاز. فهم يقولون إقرار اللسان ليس ركنا، عمل القلب ليس ركنا، عمل الجوارح ليس ركنا. وأنت لو تنظر ترى الأدلة بأسرها تبين لك الأركان. أنا لا أمشي عليها كليتها لكن أبين. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش يقولوا. قال الله تعالى قل آمنا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. فأمر بالقول، والقول ركن من أركان الإيمان. أيضا عمل القلب ركن من أركان الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب، والأركان عمل الأركان أيضا أنها من الإيمان. نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر لله الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا عندنا أركان أربعة للإيمان، هم لم يجعلوا الإيمان إلا في ركن واحد، هو القلب فقط. فتصديق القلب قول القلب، فنفوا ركن القول ونفوا ركن العمل، حتى عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. والإشكال إن بعض من تأثر بالمرجئة الأشاعرة تأثير، وأصلا أصل قول اللي قال بأن العمل شرط الكمال من فتح الباري، بتأثري فتح الباري، دي المشكلة. هو ناقل عن الأشاعرة، يعني هو فكر أنه يفوت لما يقول أن عمل القلب إيه معنى، وألغى التلازم. والمرجئة ما عندهم شيء اسمه تلازم، وما عنده غير ركن واحد وهو التصديق فقط، هذا الذي عندهم. وأركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أربعة أركان. عمل القلب إيه؟ معنى إيه؟ أه مش وانت انت نمت، انت عليك أصلا ممتلئ بالنور. فهم يقولون قول القلب فقط، بس هو ده اللي عندهم ركن. ونقول وعمل القلب انقياد، لأنه تعريف الإيمان كما سيأتي هو إيش؟ أو التصديق، هو التصديق المقترن بإيه؟ بالإذعان والقبول، التصديق المقترن بالإذعان والقبول. لنا مسائل ثلاثة معهم في هذا الباب حتى نصل إلى مسألة الاستثناء في الإيمان أيضا. فقول القلب التصديق ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان بغيره، وقول اللسان ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان
بغيره. قال يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله. وعمل القلب توكل والخشية والإنابة، هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، إذا خلى من منه لا إيمان. وعمل الجوارح ركن من أركان الإيمان أو شرط في صحة الإيمان، فإذا خلى الظاهر من العمل لا إيمان، لا إيمان. لذلك قلنا التلازم وارد في هذا الباب، والمسألة على جنس العمل. وإيش جنس العمل اللي اتكلمتوا فيه اللي حياركم؟ جنس العمل المباني الخمسة، من تركها فقد كفر، انتهى، تتهدم الخيمة بأسرها على أصحابها. وهم قالوا بأن الإيمان فقد التصديق، أدخلوا بذلك إبليس، أدخلوا بذلك فرعون، أدخلوا بذلك كفار مكة، كل هؤلاء عندهم إيمان. ليش؟ مصدق بالقلب، لأن الله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحقيقة ابن تيمية، أنا يعني أأتي بكلام ابن تيمية في الرد عليهم في مسألة التصديق من ستة وجوه. لازم قولهم جميع، ما هو ما الجميع مرجئة، لكن هم درجات. أنت تعرف المرجئة دول أصلا طبقات، أعلاهم غالية المرجئة اللي هم الجهمية. التصديق حقيقة هم قالوا التصديق والإيمان، قلنا التصديق لا يرادف الإيمان، وهناك فارق فوارق بين الإيمان وبين التصديق. احنا قلنا حتى لغة لو قلنا وما أنت بمؤمن لنا، نقول الإيمان هو التصديق المقترن بالإذعان والإيش والانقياد والقبول، لو قلنا التصديق يعني حالة خاصة. هنا نأتي بالفوارق بين الإيمان وبين التصديق الذي هم قالوا الإيمان تصديق. التصديق يتعدى بنفسه دون الإيمان، تقول صدقته لا تقول آمنته، ما تقول آمنته تقول صدقته. فده أول فارق من الفوارق، وده قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط أشبع القول فيه جدا ردا عليهم. والتصديق يستعمل في كل خبر مشهود أو غائب، الإيمان لا يستعمل إلا فيش في الغيب، والدليل على ذلك قول الله تعالى إيه؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الفارق الثالث، الإيمان مأخوذ من الأمن، هو الطمأنينة، هو قريب من الإقرار، لأن كلاهما يتضمن إخبارا مع إنشاء التزام وانقياد بخلاف التصديق. فالإيمان مأخوذ من الأمن لقوله وآمنهم من إيه؟ من خوف. أنا أقول هذا بالاستلزام، لأنه الإيمان الذي يجر الأمن لابد أن يكون فيه انقياد، فيه انقياد، وده اللي قلناه تصديق مقترن بايش؟ بالانقياد والقبول. الفارق الرابع، التصديق خاص بمجرد الاخبار، اما الايمان فيستعمل في الاخبار وفي غيرها بايه؟ الاحكام في هذا الباب. وان الايمان يستعمل ويختص بالله جل في علاه، اما التصديق فيما جاء عن الله، فيقال امنا بالله وصدقنا رسله وكلماته، نعم، وكتبه، ولا يقال صدقنا الله. لكن لو أردت قلت صدقت بإيش؟ بالله في هذا الباب، أو تقول صدقنا بالله، ومن ذلك الدعاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. الفارق السادس، أن الإيمان يقابله الكفر، وهذا في نصوص لا تحصى، فيبقى كفر العناد مقابل الإيمان، كفر الجحود مقابل، كفر الإعراض مقابل. فأما التصديق لا يقابله إلا التكذيب، لذلك حصروا كل الكفر في التكذيب فضلوا وأضلوا، وحولوا كل شيء على أنه لو أرغموا على القول بالكفر يقولون هو كفر لأنه دل على التكذيب، لا يجعلونه كفرا مستقلا. التصديق يكون بالعمل كما يكون بالقلب، ويدل على ذلك قول الله تعالى قد صدقت الإيش، ده بقى الرد عليهم أيضا، نقول والتصديق إن كان على ما تقولون التصديق يكون بالعمل، لما ألغيتم العمل؟ ده اسمه إلزام عليهم. التصديق يكون بالعمل كما يكون بالقلب ويكون بالقول، أو إذا قالوا التصديق بالقلب قلنا التصديق يكون بالقلب وبالقول وبالعمل. والرايح في ده قول الله تعالى قد صدقت الرؤيا، ده بالعمل، اقول الان بالعمل افلح ان صدق، ممتاز، يبقى يكون التصديق بالقول وبالعمل،
لما حصرت التصديق يكون في القلب فقط في هذا الباب. وقال الله تعالى ولقد صدق صدق ولقد صدق الله ولقد لا لا قد صدقت الرؤيا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. صدق بايش؟ ها ايه ده ايه ده؟ في سؤال بيقول لي سؤال اخير شيخنا اسف اعتذر سؤالي تفضل. شو يميز يميزنا عن الجاهلين لما نعيرهم نعيرهم ونصغرهم؟ نعير مين؟ نعيرهم ونصغرهم ونجرحهم. هذا اسلام ودفاع عن الاسلام. لقد قرات ان ابن سيرين انت جهل جهل مركب وجهل وجهل مزري كمان. نعير من؟ ولا بنعير احد ولا نصغر احد؟ نحن بنبين الفارق بين العقيده النقيه عقيده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون فيها النجاه وبين العقيده المنحرفه اللي سيكون بها الهلاك حتى يحذر الناس منها. فين التعيير والتصغير بقى هنا؟ لما نقول ان هذه عقيده منحرفه مش عقيده صحيحه وان هذه عقيده صحيحه. نعم من الذي رسخ عندهم هذا الجهل المركب ده؟ بتقول لك ده كمان بقى جاي بتقول لك وكل تنقيص لشخص يبتلى به في قضاء عادل وحتى الشيطان وجبر حتى مع الشيطان الاسلام جبر خواطر. ايه ده حصيره ده حصيره ده مش علم ده كلام حصيره. حتى مع الشيطان عادل نعم ماشي مع العدل نعم لكن هذا كلام عجيب جدا. هم لغايه دلوقتي ما فهموش. قلنا من الذي فهمهم هذا الباب؟ انك لما تضع الشيء في موضوع يكون ده تنقيص او انك لما تبين العقيده الصحيحه من العقيده الفاسده يبقى ده تنقيص. ده اسمه غباء مستحكم وجهل مركب. ها الصحابه يرد على اهل البدع يا عم شيخ وعلي بن ابي طالب يقول تترك قولي وتاخذ كلام رجل عربي يبول على عقبيه؟ ها وقال لابن عباس انت راجل تايه النبي حرمها انك رجل تايه. الراجل بيمطط في الاذان بعسله بيرقق قلبه. شوف بقى جبر الخواطر يا ام ربيع يعني بيقول له اني احبك في الله بعت له قال انا ابغضك في الله. ده دين يا بنت الحلال. لو حد بيعمل كده دلوقتي بيمطط الاذان بياخد اجره راح تبوس ايده. بقى خلاص بقى انت جبر خواطر. لا احنا بنعمل كده يعني احنا مش حاجه تكسف. عشان كده الدين مش ظاهر عشان كده الحق مش ظاهر عشان كده الناس مضروبه. الدين مش فاهمينه خالص مش فاهمين اي شيء فيه. يعني عائشه يبقى عائشه فين جبر الخواطر عند عائشه؟ كلموا عائشه بقى. لا راح يعاتب يراجعها ابو سلمى بن عبد الرحمن بن عوف وعارضها في مساله هي تكلمت فيه فقالت له اسكت انما مثلك ومثل هؤلاء كالفروج فروج مع البراري الفروج فاهم؟ اذا سمع الصياح يصيح كما يصيحون. شوف بص قالت له ايش؟ شوف دي عائشه قالت له ذلك. دي عائشه دي ام المؤمنين دي احسن الناس خلقا دي اكثر الناس جبرا للخواطر. يا بلاش جهل بقى حرام بالله هموت انا هطق من الجهل فقط في هذا الباب. قلنا المساله انتم عندكم عاطفه الحمد لله عندكم حب لاهل الدعوه ممتاز لكن تعلموا الصحيح ضعوا الشيء في موضعه لان الحكمه ان تضع شيء وده اللي يرضي الله جل في علاه. مش الله جل في علاه قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خلاص قل هذا لا يعلم. لما انا اقول هذا لا يعلم مش معناها هذه هل بنتقص منه؟ ها ولما اسكت انا عن واحد بيقول ان مجتمع الصحابه مجتمع تحريش اكبر الخواطر برضو؟ ايه ده ايه ده؟ او حتى عالم قال عن الصحابه انهم مش قادرين يفهموا التاويل النبي عشان كده النبي او هو بيقول انا افهم من الصحابه لو لازم تجهله. ده مش فن ده مفيش فن خالص بقى دي حصيره محطوطه وبس. لما ادوس حضرتك انا اصلا ينفع قدر جوع المقامر الشارع كده ما هو مو واحد من الشارع بيبقى متقن فهيتعلم. لا لا مش قصدي ما انا فاهم انا فاهمك ان الفيس كله اللي بيفهم واللي ما بيفهمش داخل لكن احنا بنأسس ليتعلموا يعني نحاول ان نفهمهم ازاي ينصروا دينهم يفهموا. احنا بنتكلم عن عقيده في الله سبحانه وتعالى احنا اتكلمنا عن ايه؟ نعم اسماء الاسلام والايمان
الله يرزقك الذريه الصالحه يا رب، يحفظكم جميعا. ما ادري والله، الله يعلمنا واياكم، الله يعلمنا واياكم. يعني هذه مشكله في هذا الباب فيها ما فيها. المهم قلنا بانه التصديق ليس بالقلب فقط، نلزمكم، مش قلتم تصديق بالقلب؟ لا، التصديق مش بالقلب فقط، التصديق بالفعل. قد يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقها بايش؟ قال يا بني اني ارى في المنام اني اذهب، فلما اسلم وتله للجبين ونادى انه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وايضا قال الله تعالى ولقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن، لانه اوحى اليه بذلك. فالتصديق ايضا بالقول وبالعمل كما التصديق بالقلب في هذا الباب. ومن ذلك قبل من على الظاهر كل، وقالوا لك الذين صدقوا يا انما المؤمنون، وذكر كل الاعمال القلبيه والاعمال واعمال الجوارح. ما هو والفرج يصدق هذا ويكذب، هو بالفعل. نعم، هم يدرسون الاعتزال والارجاء ويدرسون، يقول لك هذه محاسن الاخلاق. محاسن الاخلاق انك تسكت عن البدع. محاسن الصدف صح. حاجه ثانيه. الرابع يقال وان كان الايمان التصديق فانه تصديق مخصوص، كما يقال في الصلاه في اللغه هي الدعاء، وفي الشرع دعاء مخصوص، ومثل الحج ايضا قصد مخصوص. يعني يقال بانه ماشي معكم على انه على التخصيص لا على التعميم، وده فارق بين الايمان والتصديق. فان الايمان ليس التصديق بكل شيء، انما بشيء مخصوص على وجه الخصوص، فيكون الايمان في كلام الشارع اخص من الايمان في اللغه، وقد فصل الله تعالى الايمان وقيده، ولا يطلق بدون تفسير. الشارع يستعمل الايمان اما مقيدا واما مطلقا، لكن على التفسير. وهذا رد عليهم انهم جعلوه الايمان هو التصديق على المطابقه. والخامس ان الايمان وان كان هو التصديق، فالتصديق التام يستلزم الواجب من اعمال القلب والجوارح. يعني لا يكون ايمانا تصديقا الا ان يقترن بايش؟ بالانقياد. والانقياد انقياد قلبي وانقياد جوارح، انقياد قلبي وانقياد جوارح، فيكون حقا تصديق هنا الايمان بالانقياد. وايضا من الفوارق بين الايمان والتصديق ان التصديق متفاوت ومتباعد ومتعدد ومتفاضل، ويكون مجملا ومفصلا وكاملا وناقصا ومتيقنا فيه ودون ذلك ومشكوكا فيه، وهذا معلوم حتى بالحس. في الفرق بين الايمان وبين الاسلام، فوارق سته بين الايمان وبين التصديق تبين ضلال القوم الذين حصروا الايمان في التصديق في هذا الباب. وانا جملته كما قلت قلها، نعم تصديق مقترن بالانقياد، والانقياد معناه انقياد قلبي وانقياد ايش؟ الجوارح. المسألة الثانية المهمة جدا، الفاصلة التي تفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة في مسألة الإيمان، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الأشاعرة والماتريدية يتفقون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هم أصلا عندهم الأعمال ليست من الإيمان، والناس جميعا تبعا لهذا الأصل الذي يؤصلونه. فالإيمان عندهم لا يتفاضل، والإيمان عندهم واحد متماثل في القلب، وأصله وأهله حتى الطحاوي قالوا وأهله في أصل إيش؟ سواء. كلام باطل. حتى البيهقي، ما هو البيهقي عنده لوثة أشعرية، بين إن التصديق نفسه يزيد. يعني حتى هم قالوا التصديق لا يتصور فيه الإيه؟ الزيادة والنقصان. وحقيقة الأمر التصديق نفسه فيه زيادة ونقصان. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن إلى إيش اطمأنينة؟ البياقي في شوارع الإيمان بين ذلك، الحليم أيضا بين ذلك، أن التصديق إيش؟ يعلو، لأن المخبر ليس كالمعاين. الله جل وعلا قال إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وهو ماسك إيه؟ حامل إيه؟ الألواح. لما ذهب ووجدهم حقا يعبدون العجل ألقى الألواح وكسرها. المخبر ليس كالمعاين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المخبر كالإيش؟ كالمعاين. فهو بالعيان يزيد التصديق، والقرائن المحتفة تزيد التصديق. فالتصديق أيضا يزيد وينقص، والأعمال أيضا تزيد وتنقص، والأدلة على ذلك أعظم مما تكون.
قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمان. وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين فهو يزيد بالطاعات وينقص بإيش. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة وهم يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولذلك عندهم الإيمان لا يتفاضل وهم الذين يقولون طبعا هم لا يتبجحون بذلك أمام الناس يخشون الناس لا يتبجحون أمام الناس يقولون بأن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل لا يتبجحون أمام الناس بهذا الكلام إنه إيمان أحد الناس كإيمان جبريل لا ها. إذن أقول في هذا الباب المسائل دي مسائل مهمة جدا ولا تطاول عليها إلا جاهل مركب وإلا رجل ما يريد دين وإلا رجل لا يريد الحق فلا بد أن نقف وقفة. الأخت قالت أنا مدرسة فلسفة وما كنت سمعت فأنا قالت الكلام لكن مش هرد عليها أنا بس أردت تعلمي دينك أفضل لك يعني لا تعيشي جاهلة يا فلسفة لا تعيشي جاهلة فتضيعي نفسك وتضيعي دينك وتعلمي الحق ودعك الآن خلينا المهاترات اللي بتتكلمي فيها أدب الكلام أدب الكلام لابد أنت تتعلمي لما تأتي تنتقدي على علم وتقولي يعني بكلام مؤدب يعني وإحنا أصلا يعني حتى الشيطان الله عادل معايا وإحنا ظلمنا أحد تكلمنا هل انتقصنا من أحد فإن كنت مش مستطيعة تضع الشيء في موضعه يبقى كان أدبك الجم تقولي أشكل علي وأريد أن تعلمني أو تقولي ما فهمت مسألة كذا فنعلمك والآن أنت دخلت خطأ ما تريدين تدخلي الأمر إليك العلم هذا عزيز لا يأخذه إلا عزيز والعلم هذا نادر وليس لأي أحد أن يستطيع أن يعني يتقبله أما ممتازة طالما أنت مؤدبة يبقى لا تقولي أدب في الكلام لو أنت مؤدبة لا تقولي أردت الأدب في الكلام لأن الكلام كان موجه لك بأدب لكن بينت لك أنني لما أقول أن هذا انحرف عقديا أو ما عنده إتقان ليس تنقيصا وليس هذا عليه ولا تقول أنه يبتلى من قال في أحد شيئا يبتلى به ما, 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 ما هذا الكلام وفي ولما تضعينه في هذا الموقف هذا خطأ مبين. لذلك لما قلت الأدب في الكلام قلت إذن كوني مؤدبة أنت عندما تختاري الكلمة التي تقولينها أنت بتتعلمي يبقى إذن تتأدبي بأدب العلم. أنا ما تعديت عليك ولا على أحد ولما أنا أقول هذا يعلم وهذا يجهل هذا دين وده منهج صحيح لابد أن نرتبه. عمر بن الخطاب اللي بتحتج به لما جاء صبيغ يتكلم عن القدر أخذ الدرة وأدماه ضربه سجنه وضربه حتى الدماء نزلت على عينه وقال ما ترى صبيغ قال خلاص ذهب كل ما أرى وتخلى ما فيش ولا بدعة ولا فيش شيء في الرأس انتهى. فأنا هو عمر بن الخطاب اللي انت بتحتج به فأنا بقول لحضرتك دي أداب الأداب أننا نضع الشيء في موضعه لابد نتعلم الحقيقة التي لا نستطيع أن نتقبلها لأننا لم ندرسها نسكت حتى نرى فيها يعني الحق فيها ولا ليس فيها ولو كان في إشكال ستوقفيني وتقولي لو سمحت رحمك الله أشكل علي كذا أو أنت قلت علي كذا هل تقصد كذا فأنا أبين لك هذا هو لأن المسألة هتتأدبي هتتعلمي هتأدب هتعلم وأنا أصلا ما أتعدى كما قلت لن أسكت عن منحرف عقديا هقول هذا انحرف عقدي وأبينه كما أبين الآن في هذا الباب. عامة هم يقولون لا زيادة ولا نقصان في الإيمان لا زيادة ولا نقصان في الإيمان وطبعا ثمرة هذه المسألة هو إيش الإرجاء المحض لا زيادة ولا نقصان في الإيمان الإرجاء محض. وبعدين أنت لما ترى ما فيش زيادة ولا نقصان في الإيمان يبقى ما فيش تفاوت إيه درجة ولا رتب والله جعل الجنة درجات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض وين أنا نهدر كل هذه الأدلة. وبعدين الأدلة ظاهرة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كنا فقلنا علامة يا رسول الله فقال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا نقصان الدين يعني في نقصان هون الآن أنها عابدة سامعة مطيعة لكن هي تعتبر هنا نقص دين فيها بالنسبة لإيش لمن يؤدي فيبقى فيه رتبة متفاوتة ونقص العقل إنها تنسى شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأتين
في هذا الباب، لكن هو النبي قال ذلك، يعني بيّن أن في نقص في الإيمان وأنا ما بيّن. وأيضا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى نقص إيمانه ولا ما نقص؟ كل هذه أدلة يعني كاملة تبين زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. الأشاعرة يقولون لا زيادة ولا نقصان، والطحاوي أسس أساسا عنده عندما قالوا أهله في أصله إيش سواء، حتى التصديق قلنا فيه زيادة وأيضا إيش نقصان. رب أرني كيف تحيي الموت أولم تؤمن، بلى ولكن ليطمئن قلب زيادة. ولذلك قلنا المخبر ليس كالمعين، فهذه مسألة عظيمة جدا، وهذه المسألة أفسدت كثير من الناس، لأنه ما في تنافس على الخيرات، ما في تنافس على الصالحات. ليش تنافس على الصالحات؟ ما انتهى الأمر، ما الأمر انتهى، فاهمني؟ على أساس أن الكل سواء، وإيمان أحد الناس كإيمان إيه؟ جبريل. إيمان أحد الناس كإيمان جبريل، هذا ما يمكن يكون صحيح في هذا الباب. المسألة الثالثة الاستثناء في الإيمان، المسألة الثالثة الاستثناء في الإيمان، وهذه مسألة عظيمة أيضا. الأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق، فلا يجوز الاستثناء فيه بحال من الأحوال، لأنه أمر متيقن، وعندهم الاستثناء شك، والشك كفر. لذلك يسمون كل من يقول بالاستثناء أنه إيه؟ شكاك. لذلك الحنفية منهم قال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية عشان بيقول بالاستثناء، عكاس أهل الكتاب. عنده شبهة كفر، ما هو مرتد لكن كان سابق عنده كتاب. فالأشعار يرون أن من يقول بالاستثناء شكاكة، والمتأخرون منهم خصوصا الأشعري بيوجبون الاستثناء. شوف بقى، ودي مش معارضة، مش تضاد منهم، لا، هو يوجب الاستثناء على مسألة الموافاة، نهايته تكون إيش؟ هيموت على الإسلام أم لا؟ أنا ما زلت أرى الإخوة اللي ماسكين الموبايلات وعاملين رايحين جايين، ومسألة عقدية من الأهمية بمكان. إيه اللي بيحصل ده؟ الله المستعان. أهل السنة جماعة يرون الاستثناء، كيف بقى؟ لا يرون الاستثناء في أصل التصديق أبدا، يرون الاستثناء في أمرين. الأمر الأول، نعم، فيه أخذ دي تمس الاستثناء. أهل السنة جماعة يرون الاستثناء على مسألة إيش؟ التزكية، إنه من يسأله أنت مؤمن، فهو يقول أنا مؤمن كامل الإيمان، وهو يعلم أن قلبه متعلق بالرحمن في أي لحظة يتقلب، وإن المؤمن يطيع الآن وبعد 5 دقائق يعصي. فلذلك يستثني في هذا الباب على مسألة التزكية. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، يبقى رؤيتهم غير رؤية إيش؟ الأشاعرة. وأيضا يقولون بالاستثناء على مسألة الموافاة الموت، إنه لا يدري هل سيختم الله له سبحانه جل في علاه بالإيمان أم لا، لأن الخاتمة لا يملكها أي أحد. دخلوا على سفيان الثوري وهو يبكي، فقالوا تبكي معصيك، تبكي معصيك؟ قال معصية والله لا تمثل عندي مثل هذه، ورفعت ابنه، قال لا تمثل، خوفي وهلعي من سوء الخاتمة، أن ينزع الله منه الإيمان في الخاتمة. وده حدث مع كثير من الناس. رأيت رجل يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك كش ملك، قل لا إله إلا الله الشيك الفلاني في المكان الفلاني، ما في، مش مستطيع. فهو بيقول ذلك في هذا الباب، يعني يقول يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أموت على الإيمان، يعني أموت بمشيئة الله، وهذه لا يملكها إلا الله جل في علاه. والحقيقة أن الماتريدية منع الاستثناء كلياتا، لا يقول بقول الأشعري في مسألة الاستثناء، فهذه مسألة خلافية أيضا بين الأشعار والماتريدية في مسألة الاستثناء. يبقى لنا عندنا مسألة الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما، لأنهم لا يرون مسألة هذه المسألة العلاقة بينهما. وعندنا أيضا مسألة الكفر وحصر الكفر في التكذيب، تأتي إن شاء الله بإذن الله في الدروس القادمة حتى نبين لك البون الشاسع والفرق الواسع بين اعتقاد الأشاعرة وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة.
حتى لا يأتي رجل فاضل كريم نظنه من أهل الخير ومن أهل البر ومن أهل العلم ونراه بعد ذلك يلبس على الناس ويجعل الناس يحسبون بأن الجميع واحد، فده تلبيس على الناس. ويقول لك هؤلاء من أهل السنة والجماعة، أنا الآن ببين المباينة الكاملة بين عقيدة الأشاعرة وعقيدة أهل السنة والجماعة، مباينة تامة، ليس هناك ثمة اتفاق. وهم عموا على الناس، قال في 95% موافقة و5% ايش فرق، 5% فرق، 95% مش عارف جت منين، انا ما عارف من وين اتت بها. وانا اقول هذه مبينة تامة، ما فيها الا القليل من الاتفاق، مبينة تامة بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة الأشاعرة. هذا في الإيمان. في القدر بيناها صح، وفي الأسماء والصفات بيناها، وفي توحيد الربوبية بيناها، وفي توحيد الإلهية، ودي بقى المسرح الكبير اللي احنا هنتوسع فيه. وفي الإيمان، وفي الإيمان ده لسه في النبوات بقى جاي لك أيضا الفارق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة الأشاعرة. كان هذا أصلا حتى يتعلم الأخ الذي قال إنه من أهل السنة والجماعة كيف الفارق بينهما علميا، ولو عنده علم يرد، يرد هذا ويبقى على الأقل أدبنا وخلانا في هذا الباب. نعم شيء. نعم، وده أفضل شيء. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، معيش الوقت خلاص في هذا الباب. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.